في رمضان أيضا ينبغي لك أن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، أن تنتصر على شيطانك وأن تضنيه وتنضيه كما يضني أحدكم دابته. عليك أن تنتصر على الهوى وعلى الشهوات، وذلك بالاقتراب من الطاعات وبمجاهدة النفس على العبادات وبإحجام النفس عن كل ما يجرح الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصائم عن السب أو عن الشتم أو أن يرد على هؤلاء الجاهلين، قال: فإذا قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، بمعنى حينما يجهل عليك جاهل أو يغلط عليك إنسان متهتك أو يلقي عليك كلمة جارحة، فينبغي لك أن تستشعر قيمة الصيام الذي تلبسته وتلبسك، أن تستشعر عظمة هذه العبادة التي سمت بنفسك عاليا لتزاحم النجوم في عليائها. ينبغي لك أن تنظر إلى هذا الجاهل من علو وأن تقول له: إني امرؤ صائم، بمعنى أنني في حالة وفي وضع لا يسمح لي أبدا أن أنزل إلى دركاتك، وأن تعفو وأن تصفح. كذلك ينبغي لك إذا رأيت بأنك إذا كنت في مكان وهذا المكان يكون سببا من أسباب يعني وقوعك في الخطأ، عليك أن تعتزل هذا المكان. فلقد كان الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه في رمضان يذهب إلى المسجد ويمكث فيه، يقول: نحفظ صيامنا عما يجرحه، نحفظ صيامنا عما يجرحه. بعض الناس يقول عنده بعض الإخوان في البيت وبعض الأهل يقولون يمارسون ممارسات خطأ، يغتابون وينمون، يتفرجون على أفلام، وربما يشغلون بعض الموسيقى وبعض المعازف. اتركهم يا أخي والجأ إلى بيت الله فيه السكينة والطمأنينة والراحة حتى تحفظ صيامك عما يشينه ويجرحه. هكذا ينبغي للمسلم الذي يريد أن يكون من المرحومين بإذن الله رب العالمين.